الدكتورة أحلام صبيحات، وبهذا الفيديو راح أورجيكم الفرق في الاستعمال بين todo وكذا باللغة الإسبانية. طبعا باللغة العربية الاثنين لهم معنى واحد اللي هو كل، يعني نحن بالعربي ما بنميز بالاستعمال بيناتهم، لكن اللي بيعرف إنجليزي ممكن يميز بيناتهم بكل بساطة، لأنه todo تعادل all وكذا تعادل every. تابع معي مشان أشرح لكم الفرق بيناتهم. كذا وتودو ممكن تعطي نفس المعنى إذا جاءت مع الزمن، مع الأيام، مع الأسابيع، مع الشهور، مع السنوات إلى آخره. مثلا كذا لونس أي باء كلاسي هي نفس المعنى لو قلنا أي باء كلاسي تودوس لوس لونس. كل يوم اثنين هي تذهب إلى المحاضرة. في الجملة الثانية هي تذهب إلى المحاضرة كل أيام الاثنين، إذن يعطي نفس المعنى، لكن الجملتين لا يتوافقان في المعنى لو قلنا ايا سي كيدو إن كاسا تودو لونس، هي بقيت في البيت كل يوم الاثنين. كل يوم الاثنين هنا تعني يوم واحد، هو يوم الاثنين من بدايته حتى نهايته، إذن ما في عندي تكرار مثل الجملتين السابقات. قلت تراباخو كذا سيمانا، أنا أعمل كل أسبوع، ومثلها الجملة تراباخو تودس لا سيمانس، أنا أعمل كل الأسابيع. الجملتان طبعا لا تتفقان مع قول تراباخو تودا لا سيمانا، أنا أعمل كل الأسبوع، وأنا أعمل كل أسبوع يعني السبع أيام، وأنا أعمل من بدايته حتى نهايته، ولا يوجد تكرار. في اللغة الإسبانية عندنا طريقة مثقفة لنقول todo estudio es difícil و toda guerra es injusta. todo في هذه الحالة لا يتبعها للتعريف، وتعني كل الدراسات صعبة، يعني كل دراسة كل تخصص هو صعب. toda guerra كل حرب هي غير عادلة، هي ظالمة. في اللغة العامية في الإسبانية يمكن أن نقول نفس الجملتين لكن بطريقة مختلفة. todos los estudios son difíciles. todas las guerras son injustas. هي نفس الطريقة نفس المعنى، لكن الأولى بطريقة مثقفة جدا والثانية بلغة عامية. في حالة استعملنا عدد يجب أن يسبق كلمات كذا. مثلا في الجملة التالية tengo que visitar al médico cada seis meses. يجب أن أزور الطبيب كل ستة أشهر. استعملت رقم ستة، إذن استعمل كذا. أيضا في الجملة التالية recibo el pago cada dos meses. أستلم المصروف كل شهرين. لاحظوا أيضا استعملت dos الرقم وقبله مباشرة cada. لا يمكن أبدا استعمال todo في هذه الحالات. في حالات لا يمكن أن تكون todo بديل لكذا أو كذا بديل لتودو. دعونا نرى الجمل في هذه الصفحة. todos los hombres son iguales. كل الرجال متساوين. إذن الرجال يجتمعون بصفة واحدة وهي صفة التساوي، لكن لا يمكن أن أقول أبدا كذا hombre es igual، كل الرجل متساوي، لأن صفة المساواة يجب أن تطلق على مجموعة تشترك بهذه الصفة. إذن الجملة الثانية جملة غير منطقية. في الجملة التالية كذا hombre es único، كل رجل فريد من نوعه. ولا يمكن أن أقول todos los hombres son únicos، كل الرجال فريدين من نوعهم. في الحالة الأولى أنا فكرت في كل الرجال وفكرت في الصفة المشتركة بينهم، لكن في الحالة الثانية كذا hombre es único أنا كنت أفكر في كل رجل وبماذا يتصف كل رجل. إذن في الحالة الأولى أنا أخذ الجماعة، وفي الحالة الثانية أنا أخذ الفرد. خلينا نشوف أمثلة أخرى ينطبق عليها القواعد يلي درسناها. كذا ديا بوي على أونيفرسيداد، كل يوم أذهب إلى الجامعة. todos los días voy a la universidad، كل الأيام أذهب إلى الجامعة. الجملة الأولى والثانية تعطيان نفس المعنى، لكنهما تختلفان عن الجملة الثالثة. studio todo el día، أدرس كل اليوم. في الجملة الثالثة هو يوم واحد فقط من الساعة الأولى حتى الساعة 24، يعني 24 ساعة وأنا أدرس، لا يوجد أي تكرار.
في الأمثلة اللاحقة كذا مخير تياني اون كاركتر لكل امرأة شخصيتها. تودس لاس مخيرس سون جوابس، كل النساء جميلات. في الجملة الأولى كذا مخير أنا كنت أفكر بكل امرأة وبأن لكل امرأة شخصية مختلفة عن الأخرى. في الجملة الثانية تودس لاس مخيرس أنا كنت أفكر في جميع النساء وجميع النساء يشتركن بصفات الجمال. أتمنى هيك أكون وضحت الفرق بين تودو وكذا. إذا كان فعليا عندكم أي ملاحظات، إذا كان الشرح واضح، أتمنى إنكم تعلقوا عندي في التعليقات تحت على قناتي، رح أكون شاكرة لإلكم، وتحطوا لي لايكات. شكرا جزيلا، شكرا لمتابعتكم، وأشوفكم بفيديو قادم.